نبيل، أنا نبيل برضه ناس حلوين جبلية. ليش هالوقت بتيما في 15 شهداء الأقصى؟ بعد يعني تقريبا 40 يوم من الحرب، يعني وصلت معنا مرحلة السلسلة يعني من جد 44 يوم. قعدنا يعني مع انه كان يعني يقولوا انزحوا انزحوا انزحوا، بس كنا مصرين انه نضل، يعني ما حبيتش ننتقل يعني من الجنوب. يعني بعد يعني صار في الشيء اسعافات، في شيء سيارات، وصار يعني انعدمت الحياه في الشمال، فاضطرنا نجي على الجنوب. لما جينا احنا من الجنوب، من الشمال للجنوب مشي، طلعنا من الساعه 6 الصبح وصلنا 6 المغرب، يعني رحله صعبه. لما جينا يعني كانش معنا لا اغطيه ولا فراش ولا اي حد يدق، يعني الفراش تجمع معنا على مراحل. احنا صار عندنا فراش للكل، يعني خلص الشتاء وما كانش يعني كامل عندنا فراش. وهالوقت في الصيف يعني هي بدت الجو يشوف، مشكله الخيمه، الدفان والبعوض والحر كثير كثير، يعني وقت الظهر بلش تقعد فيها خالص، كثير كثير شوي. يعني فاتنا بالصوت ولا بالشتاء، هي سيئة في الحالتين. في الشتاء كنا نغرق مي، يعني كنا نغرق مطر بالشتاء وبرد. طيب شوب كان يوم ما نقدرش،